اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم حديث عراقي. خلال الفتره الماضيه ربما انشغل الناس في العراق الحديث عما يسمى بقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي. طبعا الشعب العراقي يعاني الامرين، يعاني من قله الغذاء والقدره على شراء ما يحتاجه من مواد ومن مواد تعين على الحياة، وأقصد مواد غذائية من الأسواق، لأن الأسعار عالية جدا، القدرة الشرائية قد انخفضت، غير قادر، أعداد الفقراء في توسع كبير، خارطة الفقر في العراق قد توسعت، أعداد الفقراء، عدد الذين تحت خط الفقر أكثر من 12 مليون عراقي، فبالتالي يعني ثلاثة أرباع العراقيين من الفقراء غير قادرين على تكملة أيام الشهر وتوفير ما تحتاج الأسرة، فبالتالي وحكومة لم تشكل منذ عام، يعني منذ العام الماضي بشهر تشرين الأول أكتوبر 2021 جرت انتخابات ما سمي بانتخابات مبكرة، ولحد الآن نحن يعني سينتهي الشهر الخامس من سنة من عام 2022 والحكومة لم تشكل، يعني سبعة أشهر مضت والحكومة تشكل، والله أعلم متى ستشكل هذه الحكومة لكي يعني تضع ميزانية موازنة جديدة ويقرها البرلمان، وهذه الكذبة الكبيرة. فبالتالي وجدوا في شيء اسمه قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وبغض النظر يعني عن شكل القانون، عن إن كان يعني به بابا للفساد مثل ما يقول البعض أو لا، بغض النظر عن هذه مش قد قيمته، قد ما يحتاجه من مبالغ، ناس تتحدث عن 25 مليار 26 مليار دولار، ما اعرف، بغض النظر عن هذا كله، مو هذا الموضوع. الموضوع هو من يحكم العراق. يعني انتم وضعتوا دستور وقلتوا بهذا الدستور هناك سلطات، وهذه السلطات يجب ان لا تتداخل في عملها مع بعضها، وهذه السلطات سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية، طيب واحنا بلد ديمقراطي، وهكذا تحدثتوا. لكن وضعتوا قلتوا انه النظام نظام برلماني في العراق، والسلطه التشريعيه هي السلطه رقم واحد في البلد. هي من تشرع، هي من تقرر، هي من تقول كل شيء، وحتى المحكمه الاتحاديه، وحتى يعني السلطه القضائيه تشكلها يعني من يسن قانونها ومن يوافق على ترشيح الناس الها هي السلطه التشريعيه. هكذا في دستوركم. في هذا الدستور الكسيح الذي يعملون به، والذي يعني يضعونه فوق رؤوسهم ساعات ويمسحون به أحذيتهم ساعات، في هذا الدستور هم يتحدثون هكذا. طيب إذا كانت السلطة التشريعية هي من تقرر كل شيء، فكيف للقضاء، كيف لما يسمى بمحكمة اتحادية أن تمنع حتى السلطة التشريعية على التصويت على قانون يعني جاءها يعني الحكومة دفعة هكذا هي الآلية، الحكومة قررت قانون معين وبعثته للسلطة التشريعية اللي هي البرلمان، والبرلمان يجب أن يجتمع ويقرأ هذا القانون ويتناقش به وبالتالي يصوت عليه يقبله أو لا يقبله. هذا الوضع الطبيعي، هذا هم يقولون هكذا. طيب قبل أن يقرر البرلمان هذا يصلح إنه غير صالح، جيد غير جيد، يفيد الشعب العراقي ما يفيد الشعب العراقي، هذه الحكومة تقول هذا القانون لأنه إحنا ما عندنا حكومة، فقانون دعم طارئ، الوضع صعب، يجب أن نشتري حنطة، يجب أن نعطي رز وعارفينه مواد كذا، نجيب المواطن الشعب الجياع، طيب فقراء ويجب أن نقف معهم، وقوى حزبية تقول هذا صحيح، ويجب أن قبل أن يتم مناقشة هذا القانون أو بنوده أو رؤيته بالشكل الكامل والتصويت عليه، وإذا المحكمة الاتحادية تقول إنه هذا غير دستوري ولا يجوز وتلغوه وتلغي، وبما أن السلطة المحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة، هم يقولون لا أعرف كيف أعلى سلطة، يعني قراراتها أقصد ملزمة للجميع، لا يمكن مناقشتها ولا يمكن الاعتراض عليها ولا يمكن تمييزها، فبالتالي قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يتوقف. أحدهم كاتب
مرة أخرى تنصب المحكمة كاتب تغريدة أو كذا يقول مرة أخرى، وهو هوشيار زيباري الذي كان وزير المالية ووزير الخارجية، مرة أخرى تنصب المحكمة الاتحادية المشكوك في دستوريتها، لاحظ المشكوك في دستوريتها أصلا، تنصب نفسها حاكما على العملية السياسية والانتخابية وتتصرف وكأنها وصية ولديها صك الغفران على السلطتين التنفيذية والتشريعية على البلاد. لذا لابد من تصحيح الوضع ومنع طغيان القضاء المسيس، وأن لا سلطان على القضاء إلا القانون. الكلام صحيح، لكن الآن يعترفون أن القضاء مسيس في قضية معينة، يقولون أن القضاء مسيس في القضية التي لا تمسهم واللي لا يتبنوها، القضاء غير مسيس، القضاء عادل، والقضاء هو السيف، وكنا يجب أن نحتكم إلى القضاء. فالقضية في العراق نسبية، هؤلاء بمحاصصتهم الطائفية والعرقية أوصلوا حتى القضاء حتى القانون إلى محاصصات، نقبل بي أو لا نقبل بي، القضاء ينساق في هذا الاتجاه، ينساق اليوم يسوي لنا القضاء، يسوي لنا الكتلة الأكبر، واليوم يتغاضى عن الحديث عن الكتلة الأكبر، اليوم يقبل مع بفلان حكومة، اليوم لا يقبل، يقبل بهذا القانون، لا يقبل بهذا القانون، تبعاً للقوى السياسية، تبعاً للقوى الحاكمة القادرة على أن تؤثر عليه. فهذا أي قانون، وهذه أي سلطة، وهذه أي سلطات. فإذا في العراق لا سلطة تشريعية ولا سلطة تنفيذية ولا سلطة قضائية، هذا واقع الحال، أنتم تقولون هكذا، والذين معكم في الحكم يقولون هذا هكذا الأحزاب، وهذا الشخص هوشيار زيباري جزء منكم، كان لسنوات طويلة يعني واحد من المسؤولين في العراق، وزير خارجية ووزير مالية وممثل لحزب معين كبير، وبالتالي من يتحدث هذه القضية ويقول أن القضاء مسيس، هذه كارثة. وغلبهم تحدثوا عن القضاء المسيس، لكن يتحدثون عندما تمسهم القضية، عندما تنال من عندهم، أما عندما تكون في صالحهم فالقضاء غير مسيس، القضاء عادل، والقضاء نزيه، والقضاء لا يمكن المساس به. هذا واقع الحال، وأنت تقيس على ذلك في ملايين القضايا لأبرياء ولحقوق كثيرة جدا جدا سلبت ونهبت، ودماء كثيرة سفكت وراحت في ساحات القضاء، والقضاء هم يقولون إنه مسيس. أترككم بخير أعزائي المشاهدين، وألتقيكم في حلقة أخرى، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.